بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور أحمد عويدي العبادي. أنا في هذه الحلقة راح نتحدث عن كتاب آخر صدر إلي قبل أيام في عام 2023، اسمه المملكة الأردنية المؤابية، هو طبعا جزئين، المملكة الأردنية المؤابية جزئين بيطلع في 1300 صفحة. المملكة الأردنية المؤابية، يعني هذا الكتاب حقيقة شمل الحديث عن مملكتين أردنيتين كانت عاصمتها الكرك. المؤابية تعني الكرك، المؤابية تعني الكرك اللي هي المملكتين اللي هي الإيميين والرفائيين. الرفائيين كانت قبل ثم الإيميين، يعني هم الرفائيين سموهم العمالقة، حتى قوم لوط هم كانوا من الرفائيين وليسوا من الإيميين، يعني هم الناس اللي ما بدلوا لأنهم استمروا، لأنه كمان قوم لوط كان عندهم حضارة عظيمة جدا، لكنهم بطروا وانحرفوا وشذوا، والله سبحانه وتعالى عالجهم بما يراه في حكمته. فهذا الكتاب المملكة المؤابية يتحدث عن تاريخ مؤاب المملكة العربية الثمودية الأردنية، والتي أصلا كانت عاصمتها في الكرك. الكرك ليس سموها الكرك، الكرك هي أصلا اسمها قير حارسة، لغة عربية. القير كان القير اللي هو الزفتة، سميها احنا قير والقطران، يعني هاي الشغلات كلها كانوا يستخرجونه من بحر الميت، وكانوا يصدرون لأنه كان مادة استراتيجية هذا الزمن. مين؟ الزمن الرفائيين. بعدين في زمن إيميين استمر نفس الكلام، كان اسمها قير حارسة، بقيت اسمها قير حارسة حتى زمن المؤابيين. كانوا هذولا مثلا على سبيل المثلان كانوا يبيعوا القطران المستخرج من الزفتة هذه في منطقة اسمها القطرانة، ولا يزال اسم القطرانة منذ آلاف السنين لحد الآن اسمها القطرانة. كانوا يبيعوا لأهل الإبل وأهل المواشي اللي يأتوا من بلاد الرافدين ومن جزيرة العرب ومن الخليج العربي ومن بادية سوريا، كانوا يبيعوهم هذه المادة. المادة هاي أيضا كانوا يستخدموها في تلقيح الفواكه والخضار، كانوا يستخدموها، وهذه أيضا كانوا يصدروها لمصر لأنهم كانوا يستخدموها في التحنيط، وكانت أيضا يصدروها لغربي البحر الأبيض المتوسط كمان يستخدموها. مادة القار كانت مادة استراتيجية، وكانت بالنسبة لهم مصدر قوي وقوي لمين؟ للدولة أو للمملكة الرفائية الإيمية المؤابية ثم النبطية. ولذلك سموها قير حارسة، أي القلعة الحارسة للقير، ثم القير القلعة المحروسة، ثم أجت مثلا في اللغة السريانية سموها كركة، يعني حوروا، يعني لما تيجي تقرا يقول لك وانها اصلها في اللغه السريانيه. يا عمي يا حبيبي جت هذه مسميه من 20,000 سنه. كل الامم اللي اجت هاي الامم كلها اللي تحكوا عنها بلغتها مش كانت موجوده على وجه الكره الارضيه، فلما اجت دائما زي احنا منعرب الكلمات الاجنبيه، هنالك من يوين يعني يحويها لليونانيه يسميها يسريان يسميها للسريانيه يعرب يسميها العربية. فهذه الأصل فيها اسمها قير حارسة، والثاني صارت الكرك. الكرك هي بقيت الكرك هي العاصمة التاريخية والسياسية والاجتماعية للأردن، وهذا موضح في الكتاب. هسه غالبية عشائر الأردن كلها طلعت من الكرك. الكرك تعني الجنوب، الكرك تعني الطفيلة ومعان وتبوك وينبع وكل هاي المناطق تخوم المدينة المنورة. وهذا الكرك تعني مملكة عظيمة، وكانت كل هاي الأمور. فإذا الكرك هي العاصمة السياسية والتاريخ الأردن. الشيء الآخر أنه عندما يتغير التاريخ في الأردن، أول ما يبدأ تغيره في الكرك. عندما تقرأ التاريخ أول ما يعني في جنوب الأردن، تقول كرك يعني جنوب الأردن، ثم يعزز في الشمال، وثم يحسم في الصلب. فهذه
الكرك هي البداية، الشمال هي التعزيز، والسلط هي الحسم. ولذلك هذه يعني الأخوات الثلاثة اللي هي أمهات الأردن لا تستطيع أي منها استغناء عن الأخرى ولا عن الأخريات نهائيا، لأن فضولة يعني هكذا تلاقي كثير، والعشائر كلها من بعضها وكلها يعني كان الهجرات طولي شمالي جنوبي. فالكرك كانت كذلك لما صارت في زمن زمن الأيوبيين، صارت الكرك هي تحكم دمشق وتحكم القاهرة، هذه قصة معروفة اسمها مملكة الكرك. والكرك في عام 1894 أنشأ الأتراك فيها متصرفية، واستمرت حتى ثورة عام 1910 اللي هي ثورة الكرك اللي يسموها الهية معناها ثورة الكرك، ثورة الكرك على الظلم إلى آخره. فإحنا في مؤاب نتحدث أيضا في هذا الكتاب، نتحدث عن قضية في منتهى الأهمية اللي هي مسلة ميشع. مسلة ميشع أول شرح مفصل لمسلة ميشع في حوالي 50 صفحة من هذا الكتاب هو في هذا الكتاب. مسلة ميشع اللي وجدت وين؟ في ذيبان. ذيبان كانت هي العاصمة الثانية، واستخدمها الملك ميشع لتكون عاصمته. في هذا الكتاب يتحدث بالتفاصيل عن ملوك مهمين اللي هم بولاق الملك المحارب، وعجلون الملك برضو المحارب، وميشع الملك المحرر. الميشع الملك في هذا الكتاب أيضا نتحدث فيه عن إيش؟ عن المنسف الأردني وعن الجميد الكركي، كل هذه الأمور، وعن المدرجة الأردنية كيف أنه أصلها مؤابي، وهذا موجود في نص التوراة. عندما نأتي للتفاصيل سنذكر ذلك كله. فهذا الكتاب يشمل كل هذه النقاط وكل هذه المعلومات، ويتحدث عن طريقة إدارة الدولة وإدارة الأزمة. عندك أي دولة تحتاج إلى إدارتين، إدارة الدولة وإدارة الأزمة. كان المؤابيين أقدر ناس على إدارة الدولة وإدارة النظام المتبع في الممالك الأردنية القديمة، استثناء عمون كان هو نظام الانتخاب، كان الملأ يجتمع وينتخب الملك. ولذلك القرآن الكريم عندما يتحدث عن هذه الأمم كان يتحدث عن الملأ، عن الملأ اللي هو رجال الدولة، يعني الناس المهمين جدا اللي هم رجال التشريع، رجال الكهنوت، رجال السحر، لأنه كانوا يؤمنوا بالسحر وكانوا عندهم سحارة، وفرعون مهو السحر هلكوا، ورجال الاقتصاد، رجال قادة الجيش، زعماء العشائر. حتى في مسلة ميشع يتحدث أنه هو جاب زعماء مؤاب ليحضروا الفتح المبين ويحضروا الاكتساح الأخير لتحرير مؤاب من الاحتلال العبراني. وهذا الكتاب يعني من مجلدين، ويعني في كمان شغلة مهمة في هذا الكتاب اللي هي بلدانية مؤاب، يعني أنا تحدثت فيها عن المدن والبلدات والقرى التي تأسست في زمن الرفائيين، في زمن الإيمينيين، وفي زمن المؤابيين، وفي زمن الأنباط. يعني كل قرية كانت استمرت هكذا. بس احنا شو بيقولوا؟ والله هذه رومية، كلمة رومي يعني، والشيء بذكر رومي في اللغة العربية معناها أصيل، مش معناته عن روما ولا عن الرومان، لا، الأرومة أي الأصول الطيبة. فأنت لما تقول رومي تعني هذا أصيل وقديم وأردني، يعني من 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 جذور البلاد. لكن للأسف احنا نفهمها أن الرومي يعني على زمان الرومان. ولذلك يعني هذا الكتاب إن شاء الله راح يكون مهم جدا في المكتبة الأردنية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما هو خير. لسه في كتب كثيرة، بس والله اليوم يعني جبنا لكم شوية هيك مثل نقولوا إطلالة. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.